احنا بقى فين؟ احنا بقى فين؟ احنا يبعتوا لك جعرات يحكموك بس، يعني انت يبعتوا لك جعرات يحكموك ويدعموهم. ما هو انت الهدف من وجودك بالنسبة للحضارة الغربية هو انك سوق فقط، يعني سوق للمنتجات، ابيع عندك حاجات، اخد من عندك بعض العقول النابغة الواعية فقط لا غير. انما انت مش موجود اصلا، فتفضل دولتك متخلفة زي سنة 1935 ويحكمها واحد جعر عرة ويستقبلوه ويعظموه ويدوله جوائز. اه والله، ويدوا لبعض المفكرين العرر والجعرات جوائز عشان يرسموهم، يعني عشان يعملوهم كده يفخموهم يعني، ويستقبلوهم في مؤتمرات عشان يبقى دول بقى ايه الرسل بتوعنا عند الجماعة الجعرات دول. دولتك زي ما هي من سنة 35 لسه عندك ترع وناس بتقع فيها، لسه عندك. كان الأستاذ توفيق الحكيم في يومياتنا في الأرياف بيحكي ان هو نايم في عز النوم جاله المخبر ولا الامين العسكري يعني، قال له في قضيه قتل. فقال لك صحيت وانا عندي برد وحالتي نيه، لو ما كنتش نايم كويس وكيل نيابه لازم يعاين جريمه القتل مع ضابط الشرطه. فعشان يروحوا مكان جريمه القتل يركبوا حصنه، فركب الحصان وهو نايم. وطبعا لان هو وكيل النيابه ادوا له اعلى حصان، اقوى يعني الحصان الحلو، وكيل البي وكيل النيابه بقى، هو اصلا نايم والدنيا ضلمه. وبقيه الغفر ركبوا بقى اللي ماشي على رجله واللي ركب حمار، والظابط ركب الحصان اللي جنبه. فبيحكي ان هو ماشي ونايم كان لازم يعدوا على مجرى مائي كده عليه خشبه، حته صغيره كده يدوب الحصان يعدي عليها، وهو مكسوف يقول لهم يا جدعان انا يعني دي ليله سودة، انا هعدي الحته دي. بس هو البي وكيل النيابه بيعرف كل حاجه يعني. فوقع بقى، نام وقع من الحصان. ده الكلام ده سنه 1917 ايام ما كان توفيق الحكيم وكيل نيابه. صدق ان احنا لسه عندنا الترعه دي، ولسه ناس بتقع فيها، ولسه بيغرقوا فيها برضو. تخيل لسه ترعه، ده الترعه دي طلعت عليها اغاني كتير قوي. على الترعه الجديده بطيخه بعشره، اغنيه شعبيه. من مغامرات الدوله الجديده اللي بتقطع النور وبتبيع المستشفيات وبتسلم البلد للعرجان والنخنوخ، الدوله الجديده اللي مكتوب على كل شاشات مصر الجمهوريه الجديده، ما اعرفش هي فين دي. النهارده الصبح الناس صحت على ناس لينا في محافظه الجيزه، منف اللي هي منف دي الفرعونيه يعني، كانت عاصمه الدوله الفرعونيه لفتره، اللي هي مش الصعيد بقى، ده الجيزه اللي هي القاهره الكبرى. صحيوا على فاجعه غرق ميكروباص بعد ما وقع من على معديه ابو غالب تقريبا. الميكروباص كان فيه 24 بنت وست من المنوفيه اللي رايحين مدارس واللي رايحين اشغالهم في المزارع. المهم الحادثه دي زي ما تقول كده خدت في وشها 17 بنت كلهم اطفال ما عدوش 20 سنه. وده اللي قاله المصري اليوم مش انا. بينهم 8 احياء انتشال 23 من ضحيه معديه ابو غالب وتواصل البحث عن 3 اخرين. المصري اليوم اهو، تواصلت عمليه البحث عن ضحايا لقمه العيش الذين لقوا مصرعهم اليوم الثلاثاء غرقا في حارس معديه ابو غالب. وكشفت مصادر امنيه انه تم انتشال 23 من ضحايا سقوط الميكروباص، من بينهم 8 احياء. 8 من 23 يعني اللي ماتوا كام؟ 17 تقريبا. وجاري البحث عن 3 اخرين. منظر الناس هم مستنين بناتهم اللي ماتوا في سبيل لقمه العيش صعب جدا، ومنهم اللي مش عارف مصير بنته، يا ترى هي حيه ولا ماتت؟ زي الفيديو ده كده. واصلا المجرى المائي ضيق يعني قليل قوي، يا بص فين البر التاني فين؟ قليل يعني كوبري بشلن، يعني لو عملوا كوبري حديد بس، كوبري حديد يعدي الناس
في كوبري العمرية بتاع اسكندرية ده اللي عملوه هدوه بتمن بربع تمن الكوبري بتاع العمرية، كانوا عملوا كوبري هنا بس احنا ما بنشوفش الحتة دي. الميكروباص كان فيه الناس دي راكبه، وقال لك اصل بص بقى، قال لك اصل السواق نسي يشد فرمله اليد، فالميكروباص خد الناس ونزل. ادي فيديو اهو لانتشال عربيه الميكروباص من النيل بعد ما وقعت من فوق المعديه اهو. ادي المعديه اهي، بص الميكروباص اهو طلع يا عم. بص يا ريس، البحث عن اربع فتيات مفقودات. هنا يحضرني سيء الذكر احمد ابو الغيط. هتقول لي ايه علاقه احمد ابو الغيط بمعديه ابو غالب؟ هجيبها لك دلوقتي. الاهالي كانوا بيستنوا رجوع اولادهم اللي معظمهم يعني في سن المراهقه، يعني في الطفوله، بيروحوا يشتغلوا بعد الفقر والغلا اللي السيسي حطنا فيه. النهارده الاهالي دول واقفين قدام مشرحه مستنيين يستلموا جثث ابنائهم او بناتهم، وكل أملهم إن الإجراءات تخلص بسرعة عشان يلحقوا يدفنوهم. معديات الموت في الجيزة، وكان في حادثة مماثلة من حوالي شهرين في نفس المنطقة، بس منطقة اسمها عزبة ربيع في الجيزة، مات فيها 10 عمال زي ما بيقول موقع درب. ده كان 26 فبراير 24. دار الخدمات تنعي شهداء لقمة العيش العشرة الذين غرقوا بالجيزة، الحادث لن يكون الأخير في ظل عدم إحلال المعديات القديمة المتهالكة. بعد تكرار الحوادث في المنطقة دي وبنفس الشكل معديات الموت، برلمانيين طالبوا بإلغاء المعديات رحمة بالناس. شوف احنا تاريخ من الموت غرق وخمس حوادث مفجعة في 6 سنوات. حادث قرية القطة، انتشال 7 جثامين من ضحايا معدية الموت بمنشية القناطر بالجيزة، سقوط سيارة تحمل، ده الكلام ده 11 يناير 22، 22 شاب وفتاه بنهر النيل. اللي بعده حادث مأساوي بالبحيرة، غرق معدية قرية دمشلي، الكلام ده كان في 13 أغسطس 2020. اللي بعده فالنواب طالعين يقول لك بلاها معديات، نلغي المعديات كفايه كده، امنعوا معديات الموت. نواب ينتفضون لوقف عمل المعديات بعد حادث ابو غالب. ايهاب منصور، حياه المواطنين تحتاج اعاده نظر. ميسى عطوه تطالب بدوره توفير بديل امن. هند رشاد تطالب بفتح تحقيق. او النواب لسه فاكرين دلوقتي يطالبوا بالغاء معديات الموت؟ طب ما الاهالي طالبوا قبل كده من سنتين تقريبا او من سنين، طالبوا بالحكايه دي ومفيش اي استجابه من حكومه السيسي اللي ما بيهموش حياه المواطنين. خلينا نشوف الفيديو ده من 5 سنين، الناس بيطلبوا كوبري في نفس الحته. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش فضيلك في بلد الكباري اللي الجعير صرف عليها فلوس الدوله، سياده الجعير ما يهموش الناس تموت، مش مشكله، ده هو عايز اصلا يحدد النسل. سيادة الجعير هدفه تقليص نسبة النمو السكاني، فاللي يموت أحسن، خير وبركة، مش مشكلة، احنا كام مليون يموتوا ايه القضية، المهم انه يعمل أعلى كوبري حتى ولو في الصحراء عشان الإعلام يطلع يصبح بإنجازاته. عشان كده السيسي يعمل أعلى كوبري في الصحراء، وده اللي قالته جريدة مصر اليوم. خور مايو، النقل تنفذ أعلى كوبري في مصر بارتفاع 80 متر 18 فبراير 2024، بارتفاع 80 متر طبعا يا بيه. أمال اسم السيسي هيخلدوه إزاي؟ لازم يكون عندنا أعلى كوبري، أطول برج، أكبر جامع، أكبر كنيسة، وندخل موسوعة جينيس بأكبر وأعلى وأطول. أمال نشأة الدية هيطلع يتكلم على إيه؟ ما يطلع يقول لك عملنا ايه؟ اسمع. انه احنا ال 12,000 كيلو طرق اللي اتعملوا في 10 سنين، هاتوا لي دولة في العالم يا مؤمنين عملت هذا الحجم من الطرق في 10 سنين. سامع واحد ولا شايف واحد بيكتب يقول لك يا عم انت فالح فيه طرق، هنعمل ده ايه طرق؟ هنعمل ده ايه طرق؟ لولا ان عندي طرق ما كنتش صلحت المشروع الدلتا الجديدة. مقنع. ويا ترى ال 12,000 كيلو دول يا نشأت نفعوا الناس بايه؟
طب ما كان من ضمن الطرق والكباري دي كان عمل كوبري للناس دول بتلاتة شهر يعني، بدل ما أولادهم بيموتوا ورجالتهم بيموتوا ونسوانهم بتموت في النيل وهم رايحين يجيبوا لقمة عيش. لكن السيسي بتاعكم ما يهموش الناس ولا حياة المواطن تفرق معاه، المهم انتوا نشأت، انتوا تعيشوا تتهنوا تترستقوا وتظبطوا الراجل بقى.